قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إنه يمكن لإفريقيا أن تطوي بصفة نهائية آخر صفحة من تاريخ الاستعمار المقيت والاحتلال المشين والنهب المخزي لثروات الصحراء الغربية إلا عندما يتم دعم ومساندة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره. عطاف وفي كلمة له الاثنين بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا 2023 أكد أن الشعب الصحراوي يستنجد بشقيقه الإفريقي لإنصافه ورفع الظلم والغبن عنه. السيد أحمد عطاف السيد في آخر مستعمرة إفريقية في الصحراء الغربية تحديداً ينتظرون منا الدعم والمساندة لممارسة حقهم غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، إذ ذاك فقط يمكن لإفريقيا أن تطوي بصفة نهائية آخر صفحة من تاريخ الاستعمار المقيت والاحتلال المشين والنهب المخزي لثرواتها.